السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير في احسن احوالكم. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي شحال وانتم كتزينوا وشحال الميساجات وسامر قولي لينا كاين اللي ردني كاع مسمومه ما بغيتش نقول. كي دايرين؟ صافا لاباس عليكم. غبرت هذه حاولت ما نحط لكم حتى شي فلوغ، ما نحط حتى شي حاجه حتى نحط هذا لا فيديو هذه. علاش؟ حيت بزاف الناس كيسولوني بزاف الاسئله على انستغرام، غيتفرقع اليوتيوب خلاص. المهم ما نقولش لكم طوضو فين ما مشيت كاين الاسئله كيفاش علاش ورينا. بيان سور انا غادي نوريكم ان شاء الله كل شيء، وهذا الشيء قلت لكم في الفيديو الاولى قبل ما نبدا نحط لكم انني جيت لاوروبا. كنت كنقول لكم بان عارفكم غتسولوني وغادي نجاوبكم على كاع الاسئله. الحاجه الوحيده اللي كنتمنى دابا هي تكونوا كتسمعوني مزيان. علاش؟ حيت انا كنصور لكم دابا جالسه فواحد الباركي وكنصور لكم غير باش فهمتوا نبدلوا الجو ديال الدار، ما بغيتش نصور في الدار. وكنتمنى الصوت يكون كيتسمع مزيان، ما بغيتش ندير الميكرو حيت داك الميكرو كيبين صوت عاوتاني مخنوق. دونك الا عجبكم بحال هكا وكتسمعوني مزيان هكا ايتو قولوا عليا في الكومونتير باش نكمل لكم لي زيبيزود او السلسله ديال المعلومات على كيفاش تقدر تجي لاوروبا، كيفاش تقدر تجي لاسبانيا بالضبط اللي جيت ليها انا، وبزاف ديال المعلومات اخرين. قولوا عليا في الكومونتير نبقى نكمل لكم بحال هكا في الزنقه. سينا الاسئله كاينين بزاف الاسئله، غادي نحاول نجاوب على هذوك اللي كيتعاودوا بزاف، واوميم طون نعطيكم معلومات ونعطيكم واحد لي بوين ولا نحطوا لي بوين سور لي زي باش كلكم تعرفوا اهم الحاجات اللي خصكم تعرفوها دابا. ومن بعد في الفيديو غادي نبقى نشرح بالتفصيل. دونك اول سؤال جاني وكيتكرر وكيتعاود كيفاش جيتي لاوروبا، كيفاش جيتي لاسبانيا بالضبط. ناس اللي ما عارفينش بعدا فين انا جيت لاسبانيا بالضبط في مدريد. كاينين بزاف ناس كيحتبلو مشيت لالمانيا، كاين كيحسبلو مشيت المهم انا في اسبانيا ماشي في المانيا، ماشي في فرنسا، ماشي في طاليان، انا في اسبانيا بالضبط في مدريد. اوكي نبداو، كيفاش جيت انا لاسبانيا؟ واش جيت سياحه؟ واش جيت فيزا ما عرفت بيرمانون؟ لا، هادشي كله ما كاينش. انا صوبت فيزا ديتود، يعني جيت نقرا، جيت نكمل الدراسه ديالي. كيف ما كتعرفوا الناس اللي كيعرفوني راه عارفين بانني انا ديجا شنو كنت كنقرا، والناس اللي ما كيعرفونيش غادي نشرح لكم دابا. انا خديت قريت 3 سنين، يعني ايكيفالونس ديال ليسونس بروفيسيونيل في ليزيتود باراميديكال اللي هي انفيرميير بوليفالونت. قريت هاد 3 سنين، شديت الباك ديالي في 2019، من موراها درت 3 سنين ديال انفيرميير بوليفالونت وتخرجت في شهر 7 اللي فات، وفي شهر 10 بديت لا بروسيدور. لا بروسيدور اللي بديت ديالاش ديال فيزا ديتود. صافي هادشي اللي كاين، فيزا ديتود يعني راه معروفه لا بروسيدور ديالها، وان شاء الله انا غادي نزيد نشرحها لكم بالتفصيل وغادي تعرفوا كل شيء معايا. واي سؤال مرحبا، والناس اللي تيقولوا ما بغيتش نشرح لكم ولا شي حاجه، والله العظيم نتوما عارفين انا راه يلاه جيت، يعني دابا شحال هذه سيمانتي الثالثه باش جيت، يلاه كنت ادابطا، يلاه بديت كنحفظ انا الدنيا، مهم بزاف الحاجات. اوكي دونك الفيزا ديتود، انا جيت بفيزا ديتود يعني فيزا ديال الدراسه. لا بروسيدور الوراق كاملين ما جمعتهم انا، ولكن بالمساعده ديال واحد لاخينسي واحد لاجونس هي اللي عاوناتني. وهذا الشيء اللي غادي ننصح به اي واحد يعني اللي بغى يدير شي فيزا كوزو سوا ديتود كوزو سوا توريست، المهم اي فيزا كيف ما بغات تكون من الاحسن ديروا واحد لاجونس اللي هي كتعاونكم يعني بالضبط شنو خصكم تجمعوا، كتكون عندها هي بزاف الافكار. دونك انا لاجونس يعني كاينين بزاف لي زاجونس اللي ممكن تثقوا فيهم وديروهم كوزو سوا في رباط كازا، على حسب كل واحد وفين غادي يقدر يدفع. دونك الفيزا ديتود انا بديت لا بروسيدور الحمد لله في الشهر 10 لو 17 شهر واحد كان عندي الرونديفو. الحمد لله في الرباط حنا ما كانش عندنا مشكل ديال لي رونديفو، كان ولكن في الوقت اللي انا كنت كندفع كان تحل داك البروبليم ديال لي رونديفو. دونك خديت الرونديفو ديالي ما شريتو ما حتى شي حاجه، حيت هاد العالم هذا ديال الفيزات راه الا دخلتوا ليه غادي تولوا تشوفوا بان كلشي كيتبزنس وكلشي كينصب وكلشي كيفاش كنقولوا تيبغي ياخذ منك الفلوس على قبل باش يقدم لك واحد الخدمه، اللي ديك الخدمه انت من حقك كمواطن مغربي تاخذها بلا ما تدفع حتى شي ثمن. الحاجات اللي كيتخلصوا في مثلا لي طاكس وداك الشيء راه معروف وباين بحال لي فخي الفيزا كيتخلصوا. دونك راه كل حاجه عندها زعما الثمن ديالها، ما تشري المهم انا عندي وما تشريوش شي حاجه اللي ما كيخصهاش تشرى. فوالا دونك نمشيو لثاني سؤال اللي كيتعاود بزاف. ثاني سؤال اللي كيتعاود حتى هو بزاف وبزاف الناس يقولوني على هذه القضيه، هو واش مشيت بلي ديبلوم ديالي، واش مشيت بالديبلوم ديال انفيرميير بوليفالونت. اوكي غنشرح لكم كل شيء باش تعرفوا. اي واحد ممكن يجي يقرا في اوروبا
اوروبا اي واحد ممكن يجي يقرا فيها ابتداء من الباك. عندك الباك تقدر تمشي تقرا في اوروبا عادي، ما كاين زعما شي شرط، ما كتهمش انك زعما تكون عندك مثلا ماستر ولا شي حاجه باش تجي تقرا. انا حيت عندي الباك وعندي ليكيفالونس ديال ليسونس اللي هو ديبلوم انفيرميير بوليفالون، فجيت لهنايا غادي ندير ان شاء الله الماستر، ماستر فواحد سبيسياليتي ما عرفتش انا دابا لا سبيسياليتي اكزاكتامينتي اللي غادي ندير، ولكن المهم غندير واحد لا سبيسياليتي فيها ماستر ان شاء الله. تقدر اللي عنده الباك يقدر يجي، اللي عنده ليسونس يقدر يجي، اللي عنده ماستر طبيعي الحال يقدر يجي ويدير الدكتوراه ديالو هنايا اولا ما عرفتش. المهم تقدروا تجيو ابارتيغ من الباك، ولكن نرجع للنقطه ديال ولكن عاوتاني. انا جيت من مورا ما خديت الدبلوم ديالي وجيت ندير هنا ماستر، انا ما عجبنيش فواحد النهار ما بغيتش ندير ماستر، نقدر نمشي نقرا دومين اخر، نبدا ليسونس في شي دومين اخر، يعني كيكون عندك الحظوظ انك دير حاجات اخرى. واش الدبلوم مهم؟ السؤال اللي كيتعاود عاوتاني بزاف، واش الدبلوم مهم انك تجي لاوروبا؟ ما غاديش نقول لك لا ماشي مهم، وغادي نقول لك او ميم طون مهم، لان فاش كتبغي تدفع الدوسي ديالك الفيزا اي حاجه كانت عندك يعني غليظه في الدوسي ديالك كيف ما كنقولوا كتنفع، اي حاجه قريتيها كتنفعك في الدوسي وكتنفعك في الحظوظ ديال ان الفيزا ديالك تقبل، غادي نكون واضحين فيها. هذا لا يعني ان الناس صحاب الباك ما يقدروش يجيو، لان انا معايا في الكلاس دابا اللي كنقرا فيه اغلبيه الناس اللي جاوا تقريبا كلهم الباك، وانا تقريبا شي جوج الناس اللي ماستر صافي، هادشي اللي كاين. اغلبيه الناس كيجيو بالباك، بيان سور الناس اللي كيجيو بالباك يكونوا يلا جايين هنا عاد يقراو، اغلبيه كيديروا لونيفرسيداد اللي هي لونيفرسيتي، تيديروا جامعه ليسونس وعاد تيبداو. كاين عاوتاني اللي كيدير الكرادو سوبيريور اللي هو بحال قلتوا التكوين المهني، ماشي التكوين المهني، المهم بحال الاستيه ديالنا حنا هنايا في هنايا انا باقا في المغرب، اللي هنايا في المغرب اللي في المغرب هادشي اللي كاين. دونك باش تقدر تجي تقرا في اوروبا غادي يخصك اول حاجه الباك، هذه اول حاجه. ثاني حاجه اللي غتخصك هي الفلوس، سالينا. شوفوا ما بغيت شي واحد يكذب عليكم وبقى يقول لكم لا انا غير ديب وجد لي غير الدبلوم، هذوك الاشهارات الخاويه ديال لي زاجونس وداك الشيء، وجد لي غير الدبلوم ديال الباك وكل شيء على حسابي. لا كيخصك فلوس، كيخصك فلوس صحيحه فريمون فلوس، لان انا في الاول فاش دخلت لهذا الشيء كان عند بالي بان راه صافي واقيلا غادي نحتاج غير واحد جوج المليون ثلاثه فهمتوا، ما غاديش نحتاج بزاف، ولكن قسما بالله ملي كتبداو تدخلوا في البروسيدور ديال الوراق صح راه كتلقاو راسكم فريمون كتحطوهم صحاح. هذا لا يعني ان هذا الشيء ما يستاهلش، سي يستاهل، ولكن كتكون دائما محطوط في هذاك الخوف ديال واش تخرج ولا لا، واش الفيزا غتاكسبتا او نو، تاكسبتا داك الشيء اللي بغينا ما تاكسبتاش كتبقى خايف باش انك هذاك الفلوس اللي خسرتي ووالديك العذاب واتسيتيرا. الفيديو اللي حطيت فاش كانت خرجت لي الفيزا كنبكي فيه بالفرحه، بزاف الناس اتاكاو وهل تيقول لي غتخرج واش خرجت فيزا الجنه، واش حقا حنا عندنا الجنسيه وما درناش هذه الحاله. اخويا اختي كلو احلامو، انا كنحلمي نجي لاوروبا، انت مالك؟ انا كنادريسي هذاك النوع ديال الناس اللي كيقول لك حقا خرجت لها فيزا الجنه، انا حلمي نجي لاوروبا نكمل قرايتي في اوروبا، نتعذب اولا ما نتعذبش، نقرا اولا ما نقراش، انت ما عندكش الحق تجوجيني، قول خيرا او صمت. كاين بزاف الناس اللي غيقراو هذاك الكومونت وغتهرس لهم احلامهم، انا الحمد لله ما غترش لي احلامي، ولكن كاين بزاف الناس اللي غيتهرس لهم احلامهم من داك الكومونتير. دونك الله يرحم الوالدين، الانسان بنادم يقول كلمه زوينه ولا يسكت واخا. دونك انا كنجاوبت الناس اللي كانوا كيقولوا واش خديتي فيزا الجنه، واش حنا خدينا الجنسيه وما درناش هذه الحاله. ان شاء الله من هنا للقدام انا مثلا دابا خديت الفيزا ان شاء الله ديتود باش نقرا، من هنا للقدام غادي نخدم ان شاء الله من بعد ريزيدونس بيرمانون، من بعد ان شاء الله علاش لا الا طولت ندير الفيزا. دونك انا ما عارفاش شنو البلان ديالي من هنا للقدام، انا جايه دابا عندي واحد لو فوكس وانا اللي نقرا صافي سالينا نقرا وهادشي اللي كاين. الناس عاوتاني اللي قالوا لي الغربه سمر بزاف عليك وصعيبه والوالدين وكذا، ايه ما سهلاش الغربه ما سهلاش، ولكن الحمد لله لافونتاج اللي زوين عندي انايا الحمد لله الحمد لله الحمد لله والشكر هو اني جيت عند عائلتي، كاينه مع جداتي انايا خالتي خالي عمامات، دونك كاينه عائلتي هنايا، يعني انا الحمد لله عندي واحد لافونتاج هو انني ما غاديش نحس بالغربه بزاف، ميم سي غنتوحش والديا ولكن كنقول كيف ما كنقولوا نقدر الغربه ما غاديش نحس بها بزاف. هادشي اللي كاين يعني الحمد لله المشاكل عفوا راه شي كومونتيرات قريتهم والله العظيم فريمون الحمد لله الحمد لله لقاوني انايا من داك النوع اللي ما كان ما كان يا جبل ما يهز ذاك الريح، ما كنتصدرش بحال هاد لي كومونتير حيت فريمون
فهمتوا، عارفه راسي شنو باغا وعارفه راسي علاش جيت وهذاك البكاء اللي بكيت في هذاك الفيديو ديال الفرحه راه لان انا ولي بار خسر عليا فلوس، راه خسر عليا رزقو، حيدناها من دم جوفنا باش 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 يقريوني. كنت فاش كنت في المغرب الناس اللي كانوا تيقولوا لي في الكومونتير اه وانت يا عايشه في واحد المستوى بطوموبيلتك كتخرجي فلوس، اي الحمد لله والدي ما خلاني مخصم حتى شي حاجه، ولكن ملي عرفوا بان اوروبا حلمي باش نجي نكمل قرايتي ما تردوش ولو ثانيه انهم يصيفطوني لاوروبا، لاني عارفه اني جايه بلاصه الامال، كاين عائلتي واصلا البلاد مامنه وانتم عارفين هذا الشيء كامل. دونك انا هذا ردي فقط على الناس اللي كانوا كيعطيو كومونتيرات سلبيه، لانه كانوا بزاف اللي كومونتير سلبيين، اه علاش كتبكي اه تا تا. دونك هذا هو الرد ديالي انا اخوتي، جايه نقرا، جايه نطور من راسي، جايه نكون في عقلي كبيره باش من واحد النهار ما نطيحش في واحد لوكا اللي نقول فيها شي كومونتير لشي حد بحال هكا كون طيحوا ونهرسوا. كانوا بزاف الناس اللي جاوبوهم في لي كومونتير، دونك هادشي اللي كاين. كنتمنى تكون وصلتكم الفكره اخوتي، الناس اللي كيأتاكيو الغربه، الغربه راه ماشي سهله، ولكن كل لو البيوت ديالو، كل لو الهدف ديالو علاش جاي، كل لو وشنو باغي، وكل لو والارزاق، راه كاين اللي في بلادو سهل عليه الله، كاين اللي ربي يسر له في الغربه، كل لو كيفاش دار ليه الله. دونك حنا حتى واحد فينا ما عارف الرزق ديال الاخر فين مكتوب، اللي عنده شي حلم يحققه، ما تسناوش شي حد اخر يبقى يطيح لكم في احلامكم وفي الطموحات ديالكم. انا كان حلمي ملي كنت صغيره مثلا نشري طوموبيل، اي الحمد لله شريتها فاش كنت في المغرب، كان حلمي من مورا ما نشري طوموبيل نجي لاوروبا، انا الحمد لله جيت لاوروبا وبفضل الله وبالوالدين ديالي ان شاء الله غنبقى تنحقق كاع احلامي. فالناس اللي كيبقاو يهضروا بزاف راه غير كطيحوا غير من قيمتكم، اما بنادم اللي عنده واحد الطموحات كبيره ما عندكم ما تهزوش. بالنسبه للاسئله اللي جاوا بزاف، سمر واش لقيتي شي صعوبات باش تطلعي لاوروبا؟ صراحه صعوبات ماشي ما كايناش، كاينه، ولكن 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 الحمد لله والشكر لله، انا ربي يسر لكم في كل شيء، الحمد لله والشكر لله. عافاكم قولوا دائما كثروا من الحمد، الحمد لله ربي يسر في كل شيء. ما لقيتش شي صعوبات كثيره، شي صعوبات كثيره زعما ما لقيتهاش، ولكن ولكن هذا لا يعني ان الصعوبات ما كايناش، كاينه، لان كانوا معايا يعني صحابي، وفاش كنت كندفع ديك اليامات الفيزا كنت تعرفت على ناس، اشاك فوا كنت كنسولهم فين وصلوا في لا بروسيدور، تيلقاو واحد الصعوبات كيكونوا دي او دي با عادي نورمال، ولكن هاد الصعوبات هادو كاملين غنشرحهم لكم ان شاء الله في لي فيديو جايين باش تكونوا عارفين كل ثغره كيف ما كنقولوا. واخا صراحه الله هادشي ديال الفيزات غنقول لكم واحد الكلمه تقدر ما تعجبكمش، زهر زهر زهر، لان كانوا ناس معايا عندهم نفس البروسيدور ديالي، نفس الوراق ديالي، لي غولفي بونكير ديالهم طالعين عليا، يعني مثلا الفلوس يعني كما كنقولوا كوتي فينونسيير، يعني الفلوس باش طالعين هما لاوروبا بزاف فين بان انا سي ريان، يعني عندهم الكوتي فينونسيير طالع، ومع ذلك ترفضت لهم الفيزا. داكشي علاش بغيت نقول لكم الحلم ديال انك تجي لاوروبا تقرا بوسيبل، ممكن وكاين وزوين، نبغي نتمناه لاي واحد كيتمنى هذا الشيء، هذا الحلم، ولكن ولكن ما ديروش في دماغك. انا في الوقيته فاش كنت كندفع داك الساعه البروسيدور كيف قلت لكم شهر 10 خديت الغونديفو، خديتو 17 في شهر 1 17، يعني هذاك الوقت ما بين 10 حتى شهر 1 جمعت فيه الوراق كامل. هاد لانتيرفال هذا اللي جمعت فيه الوراق كان واحد المومون اللي صعيب عليا بزاف بزاف، علاش؟ حيت كان ستريس فيه، وكنت كنحس براسي بحال زعما وقفت في هذيك اللحظه، يعني ما قدرتش نخدم، ما قدرتش ندير ليزاكتيفيتي ديالي كيف ما كنت كندير، بحال صافي وقفت هذيك الوقيته، وقفت لي الحياه ديالي، علاش؟ حيت كنت كنجمع بهذاك الوراق ودير الامل كبير، والحمد لله ربي ما خيبنيش. ولكن نبغيكم حتى نتوما كاملين كاملين، يعني ملي تكونوا كتجمعوا في لا بروسيدور ديالكم جمعوا ونساوها وسيروا عيشوا حياتكم نورمال، باش جات بسم الله ما جاتش لا في كتكمل الحياه كتكمل نورمال عادي، ما توقفوش حياتكم على الفيزا، لان بزاف الناس كنعرفهم كان وقع لهم هذه القضيه هذه، يعني وقفوا حياتهم على ذاك الفيزا ومن ترفضت لهم مرضوا، كاين اللي جاوه دي كريز، كاين اللي جاتو ديبرسيون، دونك هادشي انا ما نبغيكمش تطيحوا فيه. فوالا هادشي اللي كاين. شنو الحاجه اللي مازال ما جاوبتش عليها؟ العيشه هنا في كيرا في اوروبا، انا ما نقدرش نعطيكم دابا واحد التغطيه شامله على العيشه كيفاش دايره، ولكن غادي نعطيكم على دابخي هاد 3 سمان اللي انا جيت فيها هنا لاسبانيا. العيشه زوينه في اسبانيا، بلد مامن سيكوريزي، بلد الحريه، بلد ثقافه، بلد ماشي سوقك، بلد ماشي سوقك، كتعرفوا شنو هي ماشي سوقك؟ يعني انت غادي تحت ما سوقوا فيك، تحت ما سوقوا فيك، ما كيتسوقوش ليك، ما كيتسوقوش ليك. واش دابا انا كنت في المغرب غادي نقدر نجلس بحال هكا باكي ونهضر معاكم نورمال وحاطه السيبور ديالي وصاكي مليوح هنا وما سوقاش ليه؟ هادشي انتم عارفين في اوروبا كاين، زائد نيفو القرايه زوين، نيفو القرايه صراحه زوين. دابا انا صراحه الله يعني الناس اللي ما يعرفوا كيف ما قلت لكم انا جيت ندير الماستر، ولكن باش تجي دير الماستر هنا في اوروبا
ضروري ما تكون عندك اللغه الاسبانيه، لان هنا تقراو باللغه الاسبانيه. كاينين شي حاجات تتقراو بالانجليزيه، ولكن يعني في الغالب سبيساليتي اللي كنبغي انايا كتقرا بالاسبانيه، لان انا من بعد غادي نخدم مع بوبولاسيون اسبانيه، لان الصحه كتخدم مع بوبولاسيون اسبانيه، يعني ما يمكنش تقرا بشي لغه اخرى. فضروري كتخصك تقرا اللغه الاسبانيه. فهاد العام ان شاء الله اللي جيت فيه انايا فهو اني بريباراتوار، يعني سنه تحضيريه للغه الاسبانيه. غادي نقرا فيها هاد العام كامل السبليونيه، وحتى العام الجاي ان شاء الله عاد ديك الساعه غادي نبدا الماستر ديالي، اولا نشوف شنو غيعجبني ندير، ماستر اولا غرادو اولا اي حاجه، اولا نعاود شي سبيساليتي اخرى في لونيفرسيتي ندير ليسونس وحده اخرى. دونك ممكن ليكم ديروا اي حاجه. فوالا ملي كتجيو لاسبانيا كتكون واحد الفرصه ديالك واحده اخرى. دابا انا كنحاول نعطيكم واحد التغطيه غير من الفوق، فهمتوا؟ باش غير تعرفوا شنو شنو واقع. عاد من بعد ان شاء الله غنقسم لكم، كونوا على يقين انني غندير لكم كل مره فيديو على حاجه من المغرب حتى لهنا، كيفاش تقدروا ديروا. شنو اخر؟ ملي كتجيو لهنايا كيف قلت لكم النيفو القرايه زوين صراحه، ما كتحسوش براسكم غرباء، لان الاسبانيين شعب طيبين كيحاولوا يوصلوا لك الفكره، سورتو لي بروف يعني كيوصلوا لك الفكره باش ما كان. ايماجينيو معايا انايا البروف اللي كتقرينا، لي بروف اللي كيقريونا حيت كاينين بزاف، كتهضر معاك بالاسبانيه ما فهمتيش، كتهضر معاك بالفرنسي ما فهمتيش، كتهضر معاك بلونجلي حتى تفهم. ميم سي تخيلوا معنا واحد البنت تشينو يعني من لاشين كتقرا معنا، يعني كتقرا بطبيعه الحال مع جميع الجنسيات، كتقرا معنا في لاكلاس، تخيلوا كتحاول تبقى توصلوا لها المعلومه. ولاشين راه الناس اللي شينوا يعني صعاب توصل لهم الفكره، لانهم ما تيكونوا عارفين غير لغتهم ولونجلي وشويه دلونجلي، يعني فهمتوا هذا هو المشكل. ولكن صراحه كيحاولوا يوصلوا لكم الفكره كيف ما خاصها توصل. فوالا هادشي اللي كاين اون جينيرال، قرايه زوينه. اللغه انا بديت كنشد فيها شويه شويه. المعيشه زعما ما نقولش لكم غاليه وما نقولش لكم رخيصه، بحال المغرب تقريبا، تقريبا بحال المغرب، غير حيت هما عندهم هنا الاورو كيكون طالع، حنا كتجينا القضيه شويه زايده، ولكن راه حيت العمله هكا دايره الاورو صافي. هادشي اللي كاين. المشكل الوحيد اللي مطروح هنا في اسبانيا هو مشكل السكن، ماشي في اسبانيا غير في مدريد، سمحوا لي حيت انا دابا كاينه في العاصمه يعني مدريد، كاين مشكل ديال السكن فيها، يعني الناس اللي ما عندهمش عائلتهم غيجيو عندها. من الاحسن ملي يكونوا كيبداو البروسيدور باش يجيو يقراو ما يختاروش مدريد، لان ملي كتبغي تجي تقرا في اسبانيا راه كتختار المدينه اللي بغيتي تجي ليها، مدريد، بيلباو، اليكانتي، غرانادا، كاينين بزاف ديال المدينات. فحاولوا تختاروا المدينه من غير مدريد، لان مدريد الكرا فيها صعيب، غالي بزاف وما كاينش. المشكل دابا يكون غير كان ما كاينش والغلا، يعني هذا هو البروبليم الوحيد المطروح في مدريد، هو المشكل ديال السكن. اما من ناحيه القرايه كلشي زوين، من ناحيه المعيشه ما سومينوش شويه. شو اخر؟ صافي هذا الشيء اللي كاين صراحه، هادو هما زعما الحوايج اللي بلاش نقول لكم النقط المهمه اللي خصكم تعرفوا دابا. ومن هنا ما حدي انا كنطول وما حدي كنعرف بزاف حاجات، وغادي نقول لكم انا فقط كنعطيكم الاستيماسيون غير اون جينيرال على زعما شنو تقدروا كيف ما كنقولوا شنو تقدروا تعرفوا على العيشه او القرايه في اسبانيا. اما الناس اللي بغاو يبداو لا بروسيدور فما كاينش ما احسن من اجونس ثقه، اجونس تعرفوها يعني ثقه وديجا خدمتوا معاها. ما بغيتش ننصحكم انا باجونس، وما نبغيش شي حد اخرين ينصحكم باجونس، لان كله ظهروا مع لي زاجونس. بحال دابا انا لاجونس ديالي نقول لكم اوكي، ولكن واحد اخر خدم مع نفس لاجونس اللي خدمت معاه انا ما عجباتوش. يعني مثلا دابا انا غير نعطيكم هذا اكزومبل، ماشي بصح ولكن غير اكزومبل. دونك تحاولوا تقلبوا على اجونس اللي تثقوا فيها واللي تحطوا معاهم لي بوان سيغ لي زي نهار الاول. فوالا هادشي اللي كاين. والله الا لقاكم مع شي اجونس اللي تكون مزيانه وتثق فيكم وجه الله، بحال الاجونس اللي درت معاها انا صراحه كانوا معايا مزيانين وخدموا معايا كلشي. هادشي اللي كاين، وكنتمنى نكون عطيتكم واحد المعلومات شامله من الدباغ على القرايه في اسبانيا. كاينين بزاف ديال المعلومات باقي خصني نقولهم، كاينين بزاف ديال البروسيدور خصني نقولهم لكم اللي كيكونوا في الرباط. يعني مثلا الرباط، ملي كنقولوا الرباط هي واحد القنصلية اللي هي صعيبه بزاف على لي زوطخ كونسولا، فهمتوا؟ وهي اللي دفعت فيها انايا، والحمد لله جاب فيها ربي تيسر. وانا ان شاء الله من هنا لقدام غادي ندير لكم دي فيديو اللي نهضر لكم فيها اون جينيرال على جميع الوراق اللي خصكم تجمعوا. ما غاديش ندير الدور ديال الاجونس، ولكن المهم نحاول نعطيكم غير داكشي اون جينيرال وصافي، ونعاونكم واحد شويه باي حاجه نقدر نعاونكم بها. والناس اللي باغيين الحلم ديالهم يجيو يكملوا القرايه ديالهم في اوروبا غادي يعجبهم بحال هاد لي فيديو. دونك ديروا لايك، سبسكرايب لافيديو، وبارطاجيو لافيديو مع صحابكم اللي باغيين يجيو يكملوا القرايه ديالهم في اوروبا، وخليو كومونتير زوين. وما تنساوش واحد الكلمه نقولها لكم دائما، نقولوا قل خيرا او صمت. باي باي.